دعنا نعبر إلى منطقة كلس، معبر كلس تحديدا على الحدود التركية السورية. معي من هناك زميلي عصام عكرماوي موفد بي بي سي. عصام مرحبا بك، لو تنقل لي صورة ما يجري في المنطقة حيث أنت، ما الذي سمعته أو شاهدته فيما يتعلق باستمرار العملية التركية على عفرين؟ ميدانيا توني هناك بعض القذائف التي سقطت اليوم، احداها سقط هنا في كلس ليس بعيدا من هذا المكان، لكن حسب المصادر التركية اسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة، ولم تقع هناك اصابات يعني خطرة بين صفوف المواطنين. هناك بعض القذائف التي تسقط من حين لاخر في بعض المناطق المحاذية. هذه المنطقة كما ترى من خلفنا هي معبر كلس باتجاه الحدود السورية الى الشمال من اقليم عفرين حيث كنا صباح اليوم. القوات التركية دخلت الى هذا الجيب او الى هذا الاقليم من حوالي 7 محاور، لكنها لم تتوغل او تتعمق في العمق عفرين وبقيت على اطراف هذه المنطقة المحادية. يعود ذلك إلى كما تقول السلطات التركية إلى رغبتها في عدم التسبب بأضرار مادية للمدنيين أو وقوع قتلى، لذلك هي تسير بحذر. لكن أيضا لابد من ذكر صعوبة المنطقة من ناحية أنها منطقة جبلية، وأيضا الأحوال الجوية كانت الأسبوع الماضي سيئة، هناك كان ضباب كثيف في هذه المنطقة. اليوم دخلت عملية غصن الزيتون أسبوعها الثاني. هناك تصريحات كثيرة للرئيس أردوغان كما قلت في المقدمة، منها أن القوات التركية ستواصل هذه العملية وأنها في مرحلة مستقبلية ستذهب إلى لطرد الميليشيات الكردية من منبج. أيضا قبل قليل تحدث أردوغان وذكر لأول مرة أن القوات التركية قد تدخل إلى إدلب. وزير الخارجية مولود جاويشوغلو تحدث أيضا عن ضرورة أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدتها من منبج. هذا الحديث جاء بعدما تناولت الأخبار اليوم أن هناك اتصال جرى بين الرئاسة التركية والجنرال ماك ماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي تعهد لتركيا بأن واشنطن ستوقف مساعداتها العسكرية لوحدة حماية الشعب الكردي التي تدعمها واشنطن بقوة. إذن هذا على الصعيد الميداني، على الصعيد السياسي عفوا. أما على الصعيد الميداني لا يوجد شيء غير الذي رأيناه خلال الأيام الماضية. القوات التركية تدير هذه العملية بشكل حذر. الرئيس أردوغان تحدث عن إيقاع خسائر جسيمة بالميليشيات الكردية، تحدث عن أكثر من 390 قتيلا منذ بداية المعارك الأسبوع الماضي. وعصام على المعبر حيث أنت، لا أدري إن كان باستطاعتك أو باستطاعة المصور أن يظهر لنا المنطقة تحديدا وحركة المشاة، هناك بعض الأشخاص في خلفية صورة وشاحنات، هل هذه الحركة طبيعية أم تأثرت بالفعل جراء ما يجري في عفرين؟ هناك مشاة في خلفية الصورة، هل تعتقد أنهم ممن يعبر إلى الداخل السوري؟ حركة العبور يعني ليست كبيرة، يعني هناك بعض الشاحنات تدخل وتخرج من هذا المعبر خلفنا. المنطقة إلى يسارنا لكن من غير المسموح لنا أن نصور فيها، حاولنا أن نصور لكن الشرطة هناك منعتنا. هناك مركز إيواء أو استيعاب يسمى، تحدثنا مع بعض السوريين الذين يقيمون في هذا المركز الاستيعابي، وقالوا لنا أنهم موجودون هنا منذ حوالي 7 سنوات. لم نرى موجات نزوح جديدة إلى المنطقة، لكن الموجودون هنا موجودون منذ فترة طويلة. هناك أعداد كبيرة من الناس، نحاول الحصول على ترخيص للدخول إلى هذه المنطقة كي نتحدث مع بعض الناس الموجودون في هذا المركز. وهل من صورة معينة تأتيكم عصام من داخل عفرين؟ لأننا عندما نتحدث إلى من هو داخل عفرين دائما يقولون لنا القصف شبه متواصل، الناس إما يلجؤون إلى ملاجئ مبانيهم وهي قليلة أو يلجؤون إلى الحقول، بالتالي ترسم لنا صورة معينة عن وضع مأساوي للغاية داخل عفرين. لا أدري إن كنت تحدثت إلى أي أحد منهم أو لديك تصور أو صورة عما يجري داخل عفرين تحديداً.
نحن في منطقة أفرين توني موجودون في منطقة حددها الجيش التركي للصحافة، وهي يعني بيننا وبين أفرين حقول، وهناك أيضا سلسلة جبال، لا نستطيع رؤية ما يدور في أفرين من المنطقة التي نقف فيها، لكن بين الحين والآخر تسمع أصوات بعض القذائف هنا وهناك، لكننا في الحقيقة لم نرى يعني آثار قصف أو ما إلى هنالك. كما قلت الأيام الماضية كان هناك الأحوال الجوية سيئة جدا، كان هناك ضباب كثيف في المنطقة، القوات التركية قالت إن ذلك يعيق عمل سلاح الجو التركي بسبب كثافة الضباب، لكن كما قلنا العملية التركية مستمرة وإن كانت بوتيرة بطيئة إلى حد كبير. أشكرك زميلي عصام عكرماوي موفد بي بي سي إلى منطقة الحدود التركية السورية في كلس، شكرا جزيلا لك.